بعدما ظل الموضوع يثير جدلا واسعا لمدة طويلة، يتجه المغرب رسميا لحسم موقفه بشأن زراعة نبتة القنب الهندي. قبل بضع سنوات قدمت فرق نيابية بمقترحات لتقنين هذه الزراعة والعفو عن ممارسيها الملاحقين قضائيا. وفي الأسابيع الأخيرة انكبت الحكومة على دراسة مشروع قانون ينص على منح رخص للمزارعين من أجل مزاولة نشاطهم بشكل قانوني وفي العلن على أن يبيعوا محصولهم حصريا لوكالة ستحدثها الدولة لتنظيم القطاع. أنا ذاك الاقتراح ديالنا كانت تأسيس واحد المؤسسة وطنية يعني ديال الدولة اللي هي اللي غتشري هذه الزراعة من عند الفلاحين اللي كيزرعوا هذه النبتة، وهي اللي تولي هي اللي كتبيعها لهاد المستثمرين اللي كيستثمروا في ميدان الصناعة. وذكر بأن هذه النبتة احنا فاش في الاقتراحات ديالنا وفي الآراء ديالنا كحزب أثر أو المعاصرة كنتكلموا على يعني استثمارات اللي يمكنها تكون في ميدان ليس في الميدان الصناعي. بالنسبة لخبراء الاقتصاد، تقنين زراعة القنب الهندي من شأنه أن يخلق دينامية اقتصادية ويجلب استثمارات هامة في مجال صناعة الأدوية، سيما أن اختبارات علمية أثبتت احتواءها على مواد تدخل في صناعة أدوية فعالة في علاج أمراض مستعصية ومزمنة. في تركيزات عالية له فعالية كبيرة خصوصا على الخلايا السرطانية في تثبيت تكاثر تلك الخلايا في بعض أنواع السرطانات. القنب الهندي وخصوصا مادة CBD كانابيديول يستعمل أيضا في تحضير في صناعة مستحضرات التجميل. وعقب إقراره من قبل الحكومة، سيحال مشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي إلى غرفتي البرلمان للتصديق عليه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وعندها فقط تصبح هذه الزراعة مباحة ومشروعة وفق شروط يحددها القانون وفي حدود الكميات المطلوبة لإنتاج مواد صيدلية وصناعية بما يضمن المنافع الطبية والعوائد الاقتصادية. فاتحة أعلى سكاي نيوز عربية، الرباط.